اليونيسف على خطى برنامج الإغاثة العالمي في تمويل حروب الحوثيين وفسادهم، حيث تسلمت وفقا لوزير التربية والتعليم اليمني 70 مليون دولار ولم تصرفها وفق كشوفات 2014 استجابة لضغوط يحيى الحوثي. توالي فضائح المنظمات الأممية العاملة في اليمن تتوالى بعد فضائح برنامج الغذاء العالمي تمويل جبهات الحوثيين بسلال غذائية مخصصة لموظفي التربية والتعليم. تسير اليونيسف على ذات الطريقة، غير أن الفارق يكمن بأن دعم برنامج الغذاء العالمي للحوثيين عينيا، بينما دعم اليونيسف له نقدا لعشرات ملايين الدولارات. وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية الدكتور حامد لملس اتهم المنظمة بالسعي لدعم الحوثيين بملايين الدولارات باسم المعلمين وغيرهم، وبين في اتصال مع يمن شباب أنها راضخة لشروط يحيى الحوثي الذي نهب أكثر من 1200 طن غذاء خلال شهرين بمعدل 20 طن يوميا. وزير التربية كشف أيضا أن اليونيسف رفضت التعاون مع الحكومة اليمنية في صرفها وفق كشوفات 2014، مشيرا إلى أن المنظمة راضخة كليا للشروط الحوثية بما فيها اشتراط يحيى الحوثي الصرف وفق كشوفات 2018. الانتقادات لا تتوجه إلى المنظمة الأممية الغارقة في الفساد والإفساد باسم الإنسانية، بل تنال الجهات المانحة نصيبا في هذا الأمر. فالتساؤلات مشروعة عن تغييب الحكومة الشرعية اليمنية عن هذه المنحة البالغة 70 مليون دولار المقدمة من السعودية والإمارات. ولماذا لم تودع عبر البنك المركزي في عدن ولم تصرف عن طريق وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية؟ واقع شكى منه الوزير لملس نفسه. وبين الاتهامات والردود والتفسيرات، فإن الحقيقة اليوم هي أن 70 مليون دولار موجودة بحوزة اليونيسف في صنعاء، وأن مخاوف نهبها أو التصرف بها في غير وجهها المخصص تتزايد كل يوم، خصوصا أن المنظمات الأممية بما فيها اليونيسف لا تقدم تقارير شفافة واضحة عن أوجه صرف مساعداتها. ولمزيد من التفاصيل حول الأزمة المالية المتعلقة بين وزارة التربية والتعليم واليونيسف وأيضا الحوثيين من جهة أخرى، ينضم معنا مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين فؤاد بارابود. مرحبا فيك سيد فؤاد. إذن ما هي الإشكالية بالتحديد التي تجري حاليا بين وزارة التربية والتعليم واليونيسف والحوثيين والسعودية أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جناتنا الشباب، هذه الجناه المتميزه المنبر الاعلامي المتميز الذي يدافع عن حقوق الناس ويفضح تلك الممارسات التي يقوم بها كثير تلك الميليشيات. حقيقه منها تبين تتفاءل كثير من المعلمين واعتبروها على مستوى اليمن بشكل عام انها ستكون نقله نوعيه بانجاز المعلم اليمني من الازمه والكارثه الانسانيه التي يعيشها، خصوصا في الوضع الانساني الكارثي التي تعيشه البلاد منذ اربع سنوات منذ انقلاب الحوثيين ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثيه على مؤسسات الدوله. يعني سيد فؤاد، هناك مشكله في الصوت، لا ادري ما هي لكن لا يصل صوتك بوضوح. أريد أن أسألك، لماذا قامت السعودية من البداية بدفع هذا المبلغ الكبير إلى منظمة اليونيسف على الرغم من وجود الحكومة اليمنية؟ كانت تستطيع السعودية إيداع هذا المبلغ في حسابات البنك المركزي في عدن، ومن ثم تقوم الحكومة بتوزيع هذه الرواتب. الشكوى دائمة على مستوى كل الأسئلة، ليس فقط على مستوى الجانب. نعم، الدولية والمنظمات الأمم المتحدة العاملة من صنعاء ومنذ وقت مبكر، والحكومة الشرعية تطالب بانتقال تلك المنظمات إلى العاصمة الشرعية عدن، لكن الآن للأسف الشديد لا مجيب لهذا المسألة. المسألة متعلقة بأن نشعر أن هناك تآمر دولي بما فيها الأمم المتحدة، ومن هنا نحن نسجل أن هذا التآمر تتبناه الأمم المتحدة ضد الشعب اليمني وضد معاناة اليمني بشكل عام. لكن في 2016 نعم سيد فؤاد، نعم هذا يهدد الأمن القومي ويهدد الأمن والسلام العام. هذه الإشكالية كانت موجودة منذ القدم، يعني منذ سنوات، تحديدا في 2016 عندما احتجت الحكومة أن اليونيسف ليس لديها مكتب في عدن وأنها تمارس نشاطها في صنعاء، لكن تم من خلال اجتماع عقد في بيروت تشكيل لجنة، وتم على إثر ذلك الاتفاق على أن تفتح اليونيسف مكتب لها في عدن، وتقول بأن يعني إغلاق مكتبها في صنعاء سيحرم الملايين من الناس من المساعدات التي تقدمها اليونيسف. ألا يفترض بأن اليونيسف تواصل أيضا دعمها في مناطق سيطرة الحوثيين لا أن تقفلها تماما؟
بالفعل في الفترة السابقة تم تشكيل لجنة مشكلة من فريق أتى من ميليشيات الحوثيين وفريق أتى أيضا من وزارة التربية والتعليم مثلا بحكومة الشرعية بتكليف من وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الأملس. فذهب الفريق إلى لبنان وتشاوروا وتفاهموا على اعتبار أن كل المنح المقدمة من المتحدة تكون بالتساوي بحيث أنه يكون هناك دعم التعليم بعيدا تماما عن مسألة المهاترات السياسية الأخرى. لكن للأسف الشديد لم تستجب تلك المنظمات بما تعهدت به في الفترة السابقة. طيب ما هو تحرك نقابة المعلمين الآن إذا أصرت منظمة اليونيسف على إبقاء المبلغ أو حتى صرفها وفق كشوفات ما بعد 2014؟ هناك مشكلة فعلا تعانيها حتى حكومة الشرعية في هذه المسألة. إنما المعلم اليمني بدون مرتبات من 3 إلى 4 سنوات. حتى المعلمون الناجحون، حتى المعلمون الذين هجروا وشردوا من صنعاء ومن أماكن احتلال ميليشيات الحوثي تلك المحافظات الشمالية، والآن يعاني، شرد من بلاده، شرد من وطنه، شرد من بيته بدون مرتب بدون عمل. ومع ذلك أيضا حتى حكومة الشرعية نحن لم نعتبرها أيضا لم تقم بواجبها ومسؤوليتها الحقيقية تجاه هذا المعاناة، ليس فقط الأمم المتحدة. إلى متى نحن سننتظر تلك المنظمات الداعمة لتنقذ البلاد من مأساتها؟ طيب وهذا يقودنا إلى هذا السؤال سيد فؤاد. تقتضي علينا جميعا، نعم، بالشرعية أو هؤلاء الوطنيين إن كان لازال هناك وطنيين في تلك الميليشيات الحوثية. سيد فؤاد، إذا المغرق الناس يغرق في وضع مأساوي كارثة إنسانية. هل تسمعون سيد فؤاد؟ نعم. إذا حاليا من تحملون المسؤولية فيما آلت إليه ظروف المعلمين حاليا سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو الذين نزحوا من هناك، وما هي التحركات التي قد تقومون بها لإجبار من عليه المسؤولية يعني حل هذه المشكلة المتعلقة برواتب المعلمين وأوضاعهم المعيشية؟ المسؤولية الأساسية انقلاب تلك الميليشيات على مؤسسات الدولة أولا، ثم نحمل أيضا حكومة الشرعية التي لم تقم بواجبها إلى اللحظة تجاه المعلم وتجاه تلك المعاناة. فهناك المزيد من الإجراءات تستطيع حكومة الشرعية، تستطيع وزارة التربية والتعليم، وتستطيع أيضا وزارة المالية أن تقدم أشياء كثيرة لخدمة المعلم لاستقرار العملية التعليمية. لكن للأسف الشديد نحن نعاني. إذن شكرا لك جزيلا، شكرا سيد فؤاد بهربود مسؤول شؤون المعلمين بنقابة المعلمين اليمنيين.